السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. رمضان مبارك كريم، بالصحة والسلامة، بكل ما تتمناو إن شاء الله، بالنجاح للوليدات، بالسلام، بإزالة هذا الوباء وكشف هذه الغمة في أقرب وقت. الحلقة ديال اليوم غادي نحضروا فيها بغرير الشهدة بالخميرة البلدية، كيجي رائع جدا، والحريرة مدورة بالخميرة البلدية. هذا كان تحت طلب واحد الأخت اللي كانت طلبت هاد الوصفات بزوج، عملتهم فيديو واحد. نتمنى يعني تروقكم هاد الحلقة تعتمدوها في بيوتكم، لأنهم بجوجهم تجاو رائعين جدا. البغرير احتاجت ليه هنا عندي فرينة منزوعة محيدة لها النخالة، يعني مغربلة، فرينة 360 غرام، ممكن تعاودوها بفينوس، ميدا رقيق اللي متوفر عندكم، واحد 700 مليليتر ديال الماء دافئ، والخميرة البلدية يعني اللي ولات معتمدة عندي في جميع مخبوزاتي. غادي نحتاج منها 5 المعالق كبار ديال الخميرة البلدية، معلقة كبيرة ديال العسل، والملح تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال الملح. في بول وضع ديك 360 غرام ديال الدقيق، هنا كيف قلت اعتمدت فين هذا الفرينة، ممكن تديرو فينو، دقيق فينو، او السميد الرقيق، او القمح الكامل، يعني زلافة كومبون بعامرة مزيان. معلقة كبيرة ديال العسل، والخميرة البلدية اللي كانت عندكم حامضة غادي تنقصوا الكمية. انا هنا ضفت 5 المعالق باش نسرع يعني التخمير ديال البغرير. اذا كانت حامضة غادي تدير غير 3 المعالق، بركة كافيين. انا درت 5 المعالق، وخدا ليا في التخمير ديالو ساعة ونصف، وكان بغرير خامر صافي، وبديت كنطيب فيه 5 المعالق. وغادا نبداو نضيفو الماء دافي مع التحريك، يعني كنحركو شوية بشوية حتى كنحصلو على القوام ديال البغرير ديالنا. يعني تقريبا هنا راه واحد جوج زليف ديال الماء، جوج زليف ونصف ديال الماء اللي عملت، المهم حسب يعني الدقيق كيفاش تيشرب او لا. لا خدمته شويه بهذه الطريقه، وانا كنضيف الماء شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام ديال البغرير. يعني ما يكونش جاري بزاف، وعاود ما يكونش تقيل صافي. وغادي نخدمه في الميكسور بهذه الطريقه، وضروري ما يتخدم يعني في الميكسور باش يتطحن، باش يتحيدوا منه التكتلات، باش كيولي منسجم يعني ليس. هذا وكيساعد حتى في التخمير ديالو، يعني كيولي بهذا القوام، يعني كيحيدوا منه كاع دوك الكريات، دوك التكتلات اللي كيكونوا فيه، دوك الخيوط اللي كيكونوا، هذا كل شيء يعني يتطحن واحد 10 ديال الدقائق. بطبيعه الحال كتسرحوا الماكينه مره مره حتى تكملوا ديك 10 ديال الدقائق. شفتوا كيفاش ولا كله مخرج بهذه الطريقه؟ غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه يختمر. الوقت اللي غادي يخمل لينا فيه بغرير غادي نبداو نوجدوا الحريره. غنوجد اول شيء التدويره ديال الحريره اللي غادي تدوروها ايضا بالخميره البلديه. هنا خديت 3 المعالق، اللي كيبغيها تجي محمضه يعني هذه جات قياس، اللي كيبغيها تجي محمضه يدير حتى 5 المعالق ديال الخميره البلديه، واحد نصف كاس ديال الدقيق الابيض. وغادي نبدا نخلط بالماء يعني كيف كنصاوبوا التدويره ديال الحريره ديالنا العاديه، فقط هذه ضفنا لها الخميره البلديه. وممكن هذه العمليه يعني الا كنتوا عوالين ديروا الحريره يعني توجدوها في الصباح بكري وتخليوها تختمر. انا وجدتها فقط قبل يعني ما نبدا نوجد الحريره، وهذا صوبتها هي الاولى، عاد بديت كنوجد قوام الحريره. بالنسبه للحريره هنا احتاجيت لها كانوا عندي فقط شويه ديال العظام، هما اللي درت لي عنده تقطع ديال اللحم غيدير لي هذا تقريبا واحد زلافه ديال الحماص، زلافه ديال البصله. هنا غير ديك العراش ديال البصله الخضاريه كتجيب بهم حريره رائعه، زلافه غادي ديرو، كاس ديال العدس بطبيعه الحال منقي مغسول، عندي واحد 3 المكعبات ديال مركز الطماطم تحضير منزلي، ايضا عندي الربيع والكرافس، واحد زلافه ما بين الربيع والكرافس، معلقه صغيره ديال السمن، معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، عود ديال القرفه، راس المعلقه ديال الابزار، معلقه صغيره مملوءه ديال سكنجبير. وبالنسبه للطماطم تقريبا واحد نصف كيلو ديال الطماطم اللي كتكونوا دوزتوها يعني طيبتوها وطحنتوها من طبيعه الحال باش كتحيد منها القشره. بطبيعه الحال كنطيبوا الطماطم بدون ماء، وكل ما كانت ديك الطماطم يعني ديك مطيشه طويله وهذا كتجيبيها حريره حمراء وكتجيبيها غزاله. في الطنجره
وضعتها دوك قطعات هكذا شي قطعات قلال كانوا عندي مع دوك العظام، وضعتهم في الطنجرة تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت، ممكن نديرو زيت الزيتون، وكيف قلت واحد زلافة ديال دوك العراش ديال البصلة خضارية، شحرتهم مرة حتى تشحروا، وضفت ليهم هنا الحمص، زليفة صغيرة ديال الحمص، هادوك التوابل مع داك العود ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال السمن، وغادي نوضع الماء الكافي القياس اللي غادي يطيب ليا فيه الحريرة، هنا تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال الملح، أنا الحريرة يعني 6 يترو، لذا ضفت 6 يترو دفعة واحدة في المرة الأولى. صافي غادي نقفل الطنجرة ديالي، راه ما يطيب داك الحمص ويطيبوا لكم دوك التقطعات ديال اللحم تقريبا واحد 35، ما بين 30 35 دقيقة. هنا من بعد ما مرات 35 دقيقة يعني العدس ديال هذا الحمص ديالنا وجد طايب. صافي ضفت ليه في هذه الأثناء العدس، تقريبا غادي تاخذوا واحد الكأس ديال العدس اللي كيكون بطبيعة الحال مغسول ومنقي. مركز طماطم هذا كيف قلت تحضير منزلي، درت واحد 3 المكعبات طماطم، ايضا هنا واحد نصف كيلو ديال الطماطم، اللي كنكونوا طيبناها وطحناها باش كنحيدو منها البذور والقشرة، وهنا تقريبا واحد زلافة مزيج ما بين الكرافس والمعدنوس والقزبر، وكيكون شوية القزبر هو اللي وافي على المعدنوس. وبهالطريقه يعني ملي كتخليو هاد القوام حتى التالي عاد كتضيفهم، هادو فقط غادي نقفل عليهم 15 دقيقه، يعني كتبقى الحريره مقومه وكتبقى منكهه، ما تضيعش يعني المذاق ديالهم مال الاول بحال الا درتوهم من الاول ديال الطهي، يعني هي طيبوا الحمص هو الاول والتقطعات ديال اللحم وهذا، وعاد ضيفوا هادو 15 دقيقه كافي كتكون الحريره صافي بهم واجده. بعد ما مرات 15 دقيقه عريت على الطنجره ديالي، كتخليوها يعني كتبدا تغلى، غادي نبداو في التدويره ديالها. اول شيء دورتها بواحد شويه ديال الشعريه بطبيعه الحال مع التحريك باش ما تلصقش لينا في القعر ديال الطنجره، والتدويره ديالنا ها هي دي اختامرت، يعني تقريبا انا بقات عندي واحد ساعتين ونصف هاد التدويره، ممكن توجدوها في الصباح يعني كيف تفيقوا توجدوها الا كنتوا عوالين على هذا، اللي كيبغيها تجي محيمضه يعني بزيد، شو يعني متفاعلة أيضا. صافي مع الغليان ويدي مع التحريك يعني باش ما يتكورش لينا الخميرة، وفي نفس الوقت يعني باش ما تلصقش لينا في القعر ديال الطنجرة، كنبداو نحركو بهذا الشكل وحنا كنضيفو شوية بشوية حتى كنكملو التدويرة ديالنا، وكل واحد كيفاش كيبغي حريرة، كاين اللي كيبغيها عاقدة شوية، كاين اللي كيبغيها خفيفة، يعني الا احتاجيتو الدقيق غادي تزيدو شويه ديال الدقيق والماء باش تكملوا التدويره ديال الحريره ديالكم، وغادا نخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقيق يعني حتى كتغلى وكيطيب داك الدقيق وهذا. صافي وها الحريره ديالنا واجده، وكتجي بها الحريره شهوه منها كتجي بها رائعه. في التالي بطبيعه الحال كندوق الملح يعني السمن، شي طريقه ديال السمن، واحد شويه ديال الربيع، واحد معلقه ديال الربيع، واحد الرشه ديال سكين ديال الابزار، هادو ضروريون في التالي كنضيفهم ولو ما تصوروش معايا، يعني ضروري واحد رشيشه البزار، واحد طريقه ديال السمن، واحد معلقه ديال الربيع ضروري. صافي الحريره ديالنا واجده، طفيت عليها وحيدتها، والبغرير ديالنا ها هو دا اختامر، غادي نبداو يعني شتي الشكل ديالو، ما تفوتوش ليه الخميره. انا تقريبا كيف قلت خدام من عندي ساعه ونصف، لان انا درت 5 المعالق يعني دغيا مع المدافي دغيا اختامر. في مقلاه ساخنه كنبداو نوضعوا البغرير ديالنا بهذا الشكل، النار كتكون متوسطه يعني ما مجهداش بزاف، وعاود ما مرخوفاش يعني تكون النار متوسطه باش دغيا يطلع لنا البغرير، يعني وما شاء الله جاب به البغرير غزال يعني مشهد ورائع. انا اول مره كندير البغرير بالخميره البلديه، والوصفه يعني جات رائعه جدا. نتمنى الاخت اللي كانت طلبت هذه الوصفات يعني نكون شرحت مزيان، يعني يكون الشرح وافي وكافي، وانها تجربهم حتى هي في البيت ديالها وينجح معاها ان شاء الله، النتيجه روعه يعني النتيجه رائعه، كيجي يعني بغرير صحي بامتياز، يعني ملي كنقولوا هذا هو البغرير الصحي بامتياز.
يعني بقيت مستمرة حتى نكمل طياب ديال البغرير. وانا كيعجبني نطيبو شي شويه بزايد، يعني ما كان خطفش ليه الطياب، يعني ولو كطيب وكيتفقع وهذا كنخليه واحد شويه، مره مره كنحركو حتى كنحس بيه بان داخل فيه الطياب مزيان. يعني ما البغرير خليه شي شويه، ماشي غير يتخرج صافي وتحيدو، كيجي بحال شي شويه معجان، بحال مخطوف الطياب ديالو ما كاملش. حاولوا يعني خليه واحد شي شويه مع التحريك بحال ما هكذا باش ما يتحرقش، حتى كيدخل فيها الطياب مزيان. واللي طيبتها غادي نوضعها على منديل، ومطبيعة الحال ما بين كل بغريرة وبغريرة انا كنغسل المقلاة بالماء. انا ما صورتش هذه اللقطة، انا من اللي كنحيد البغريرة كنغسل المقلاة بالماء، عاد كنوضع فيها البغريرة الثانية، عاد كنوضع فيها العجين الثاني. للأسف انا صورتها لكن اللقطة ما عرفتش كيفاش، قلبت عليها ما لقيتهاش. بهذه الطريقة كنبقى مستمرة حتى غادي نكمل البغرير ديالي كامل، وعطى تقريبا يعني كمية ما شاء الله، عطى يعني كمية معقولة، هذه هي الكمية اللي عطاه، وكله تبارك الله جا ناجح مشهد وغزال وخفيف، يعني ما كيتقلش. وكيف قلت هذا إلا قلنا عليه صحي راه صحي بامتياز، سواء إلا درتوه بدقيق القمح الكامل أو لا هكذا بفارينة أو لا بالسميد ولا بفينو، كيجي غزال رائع. بطبيعة الحال كندهنوه بالزبدة العسل، والعسل شفتوا كيفاش كيجي مشهد، كيجي غزال وخفيف. والكمية الأخرى بطبيعة الحال نكمسوها ونخزنوها عادي جدا، تبقى معنا حتى 4 أيام في الثلاجة ما عندهم ما يصرى ليها. والحريرة أيضا جات رائعة ومقومة. يعني والحريرة كيف قلت كل واحد كيف كيبغي يشربها، كاين اللي كيبغيها شوية خفيفة، كاين اللي كيبغيها عاقدة، الناس أذواق. انا يعني كنبغيها نص نص، يعني ما تكونش ثقيله وما تكونش عاود خفيفه بزاف. وبهكذا حلقتنا ديال اليوم غادي تكون سالات، نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم يروقوكم، ينالوا استحسانكم ورضاكم، جربوها في بيوتكم وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. ونتمنى الاخت اللي طلبت هاد الوصفه تستافد منها وتعتمدها في البيت ديالها. شكرا للمتابعه وانتظروني في الحلقات المقبله باذن الله.